بيراميدز اللي بيستعد لخوض بطولة كأس مصر او النهائي تحديدا امام زد غدا، بينقصه لاعب كان طبعا الاستاذ فتحي سند والكابتن عبد الظاهر السقا اشادوا بيه، ابراهيم عادل اللي بنامل ليه كل التوفيق بعد ظهوره مع منتخبنا الوطني المصري الاول والمنتخب الاولمبي في اولمبيكس باريس بشكل جيد جدا، كمان كان سبب رئيسي مع باقي زملائه في احراز هدفي فوز منتخبنا الوطني المصري على المنتخب الاسباني اللي توج بذهبيه اولمبياد باريس في الاونه الاخيره. طبعا نحط حضراتكم في الصوره على ابراهيم عادل اللي حاليا الموقف لازال غامض شويه، بنامل ليه كل التوفيق لان اي لاعب الحقيقه بينوي الاحتراف وما يبقاش فكره انه يروح سنه ويرجع على نادي اخر، والامور اللي احنا بنرفضها تماما بحكم ان احنا بنتمنى ان احنا مش بس نشوف محمد صلاح واحد او لاعب مصري بيكتب التاريخ، بنامل عدد كبير جدا لمنتخبنا الوطني المصري، وعندنا غيره كده من جوانا لما بنشوف منتخب مصر ما فيش غير لاعب او لاعبين فقط محترفين، على عكس منتخبات افريقيه بقت مدججه بالنجوم وقائمتها كلها لاعبين محترفين في ابرز الانديه. حاليا ختافي عارض على بيراميدز إعارة بمبلغ 500 مليون يورو 500,000 يورو تحديدا، ولكن بيراميدز طالب 1,000,000 في حالة الإعارة. طيب قصة البيع النهائي، ختافي عارض 2.5 مليون يورو، ولكن بيراميدز طالب أيضا الضعف، طالب في حالة الانتقال النهائي يكون الرقم يوصل لخمسة مليون يورو، ودي أرقام الحقيقة بالنسبة للاعب لسه ما عندوش باع في القارة الأوروبية بتبقى أرقام شوية كبيرة، وبتبقى بالنسبة للأندية الأوروبية كأن النادي صاحب الأصل أو حق بيع اللاعب، يعني بيخلي فيها عرقلة في الأمور الفنية. ولكن في بند كويس بالنسبة لبيراميدز هو نسبة إعادة البيع إذا اللاعب تفوق عندهم نسبة كبيرة 20 أو 30%، يعني في الآخر لو تفوق واتباع ب 60 مليون هتلاقي بيراميدز داخله التلت تقريبا، يعني 20 مليون يورو. فالأمور دي كلها الحياة بتبقى بالنسبة لنا الغاز.